يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان في البيت في كل ليلة؟ هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان وذلك في البيت كل ليلة؟ لا، صلاة التراويح خاصة برمضان، خاصة برمضان، وهي بين الماء، وهي بعد العشاء، بعد صلاة العشاء مباشرة في أول الليل، أي صلاة التراويح وهي خاصة برمضان. أما قيام الليل في غير رمضان فهذا يسمى التهجد، يسمى قيام الليل، نعم، ما يسمى تراويح، نعم.